مساء الخير أعزائنا المشاهدين في فقرة دكتور شاطر. النهاردة معاكم فقرة مهمة جدا تخص كل سيدة في مصر، وخصوصا الست الحامل سنة أولى حمل. النهاردة في نصايح مهمة للست الحامل في بداية حملها. معانا ومعاكم ضيفة الحلقة النهاردة دكتورة أماني سعد، برحب بك يا فندم. اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بالمشاهدين. دكتور اماني سعد، نساء وتوليد بمستشفى قنا العين. الاول بقول لحضرتك الحمد لله على السلامه، المشوار طويل جدا على حضرتك. الله يسلمك، ومتشكره جدا لحضرتك وتشرفت بحضرتك وبالمشاهدين. نورتينا يا فندم. الله يخليك. سؤال مهم النهارده في بدايه حلقتنا، ايه النصايح العامه اللي ممكن حضرتك تقدميها للست في بدايه الحمل او في سنه اولى حمل زي ما قلنا؟ تمام. والله في نصايح كتير بالذات في الست اللي تكون اول مره تحمل. من اهمهم التغذيه. التغذيه مهمه جدا جدا في الحمل، وبالذات في اول 3 شهور اللي هي فتره تكوين الجنين. بالنسبه للتغذيه مهمه، لان نقص التغذيه او سوء التغذيه الشديد بيسبب مشاكل كتيره جدا للحامل، منهم انها ممكن تدخلها في انيميا، ودخلها في لا قدر الله نزيف. سوء التغذيه الشديد بيكون احيانا سبب من اسباب الاجهاض او الولاده المبكره. سوء التغذيه برضو شديد بيكون سبب في نقص وزن الام ونقص وزن الجنين، ويكون سبب في نقص المناعة الأم اللي بدورها بتأدي إنها بتكون عرضة للعدوى. لو جينا اتكلمنا عن التغذية السليمة للأم الحامل، بيكون غذاء صحي بالذات في أول 3 شهور، بتكون بتزود البروتين في الأكل. زيادة البروتين، زيادة الكالسيوم والأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د. يا ترى دكتور إيه الأغذية الغنية بالكالسيوم في الأول وفيتامين د؟ تمام. زيادة الأغذية اللي هي غنية بالكالسيوم وفيتامين د، زي اللبن ومنتجات الألبان وزي الجبنة وزي البيض، وزيادة البروتينات. البروتين موجود طبعا زي ما احنا عارفين في اللحوم وفي الفراخ، في الأسماك، في اللبن برضو. برضو بتزود من حاجات تانية، زود الحديد، مهم جدا الأغذية الغنية بالحديد زي التفاح، زي اللحوم، زي البيض. ايضا بنزود الاغذيه اللي هي غنيه بحمض الفوليك وفيتامين ب، مهمين جدا جدا في اول 3 شهور. عشان كده دايما معظم السيدات في اول 3 شهور بتكتب لهم حمض الفوليك، لانه نقصه بيؤدي الى بعض التشوهات والعيوب الخلقيه للجنين. تمام يا دكتور. طيب بالنسبه للاغذيه، يعني المفترض ان هي تاكل الاغذيه ولا تاخد معاها ادويه فيتامين؟ والله هو المفضل ان هي تبقى الاغذيه اهم من الادويه، الا لو في نقص في شديد في الحديد او في اي فيتامينات او معادن، فساعتها بنلجا ان احنا بنساعد بالادويه والفيتامينات اللي هي الادويه والفيتامينات الصناعيه يعني. بس بفضل انها بتاخد الغذاء بتاعها السليم الصحي، وفي كمان انها ممكن انها بتبتعد عن الاغذيه اللي هي مجهوله المصدر، عن الأغذية المعلبة، لأن الأغذية المعلبة كترها أو بيبقى فيها زئبق، وكتر الزئبق ممكن لا قدر الله يسبب إجهاض. غير كده أنها بتبقى معرضة للعدوى لو أي أغذية مجهولة المصدر. برضو لو اتكلمنا عن نصايح، ممكن اللي هي تمارس الرياضة، يعني هي وأهمهم المشي. تمام. يعني ممكن في أول 3 شهور تتمشى ربع ساعة بالكتير نص ساعة. المشي مهم جدا، لأنها السيدة الحامل بتبقى أكتر الستات وأكتر أنها عرضة للتجلطات الدموية. غير كده برضو من النصايح أنها المفروض تنام حوالي 8 ساعات، ما تعملش مجهود كتير. انها لو تعرضت للسفر قبل 6 شهور، يعني يفضل انها ما تسافرش في الفتره دي. لو اضطرت انها تسافر يبقى وسيله مريحه، وسيله امنه. زي ايه يا دكتور الوسيله الامنه للحامل في السفر؟ يعني هو الفتره طبعا يكون قطر، ويكون كرسي مريح. انها ما تتعرضش انها تقف كتير مثلا. تمام. بس برضو من النصائح التانية ان هي برضو تهتم بالاسنان ونظافة الاسنان، وتبقى دايما متابعة للدكتور اسنان، لان يعني نقص الكالسيوم في جسمها بيأثر دايما يعني على الاسنان. طيب يعني في بداية الحمل لازم تهتم بالتغذية السليمة، النوم الصحي، لو في سفر او انتقال لازم يكون وسيلة مريحة. وسيلة مريحة. تمام. الرياضة طيب برضو مطلوبة. والرياضة. تمام يا دكتور. طيب احنا دلوقتي عرفنا التغذية السليمة،
طيب حصلت مشكلات مع الست الحامل، يعني في حاجات بتحصل مثلا بتقول لك انا دايما برجع في بدايه الحمل، بتحصل ان هي مش بترتاح في يعني لما بتنام الست الحامل بتنام مش بتعرف تنام كويس، طب ايه حضرتك تنصحيها تعمل ايه عشان تفادي المشكلات دي؟ والله وحضرتك في بالذات اول 3 شهور في بعض الاعراض الجانبيه، الاعراض اللي هي بتبقى مصاحبه للحمل، في مشاكل بسيطه وفي مشاكل احيانا بتتطور. يعني اولا القيء ده بيبقى عرض عادي يعني طبيعي مع اول 3 شهور في الحمل اللي احنا بنسميه الوهم، بيبقى دايما في الصباح الباكر الصبح بدري بتحس بغيسان وقيء، وده يعني في بعض الكتب بيقول دي حاجه يعني كويسه بالنسبه للحمل، ده دليل على ان الحمل سليم والهرمونات كويسه فيها بس بس الترجيع لو زاد عن عدد مرات معينه او اثر على الست الصحه العامه وخلاها في حاله هبوط شديد مش قادره تقاوم الحياه اليوميه بتاعتها، ساعتها بتلجا على طول للطبيب عشان خاطر تاخد علاج، لان لا قدر الله احيانا بيتحول القيء ده لقيء مستعصي فبتضطر انها تتحجز مثلا في مستشفى وانها تاخد العلاج في المستشفى. طيب يا دكتور معانا مداخله مدام ميار من انا، اتفضلي يا فندم معاكي. الو الو ايوه معاكي، اتفضلي الدكتوره معاكي، اتفضلي اسالي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا استاذه ميار. ممكن اكلم الدكتوره اماني؟ معاكي يا فندم، معاكي. طيب تحت امرك. يا دكتوره اماني والله انا حامل في الشهر الثاني تمام، ويحصل لي اللي كم يوم كده بيحصل لي ترجيع ودوخه، فكنت عاوز اعرف ايه الاغذيه المناسبه ليا في الفتره دي اللي ممكن تريحني وتريح معدتي. احنا لسه بنتكلم على الترجيع وبنقول ان ده عرض عادي في اول 3 شهور. بالنسبة لطريقة التغذية السليمة أو الأكل اللي مع الترجيع، إن أولا بتريحي المعدة إن بتاكل على فترات. طيب أستاذة ميار، أستاذة ميار أيوة. بعد إذنك اسمعينا من التلفزيون والدكتورة هتجاوب على حضرتك، اسمعينا من التلفزيون. ماشي شكرا. اتفضلي يا دكتور. اولا بيبقى الاكل بتاعك على فترات، يعني بتاكلي حوالي بدل ما 3 مرات 6 مرات في اليوم، كل 3 ساعات بيبقى كميات قليله عشان نريح المعدة شوية، يعني ممكن تاكلها 6 مرات كل 3 ساعات أو كل 4 ساعات تاكلها كميات قليلة، ونبتعد عن الدهون وعن الزيوت وعن الأكل المسبك، يبقى دايما الأكل يعني قريب إن هو مسلوق شوية. بناكل برضو الحاجات اللي هي النواشف بنزود منها زي البقسماط الخيار التفاح الفواكه. الحاجات دي يا دكتور هي اللي بتساعد على عدم الترجيع ولا بتقلله شويه؟ هي بتقلله شويه، بس لو الترجيع زي ما قلنا لو زاد وما خفش بالحاجات دي لازم تضطر تدخل لازم تبقى في علاج ولازم في متابعه من الطبيب يعني. طيب تمام. اتمنى الاستاذه ميار تكون سمعت اجابه الدكتوره. طب يا دكتور بنقول الحمل الخطر، يعني ايه الحمل الخطر؟ يعني انا رحت النهارده للدكتور يقول لي لا خطر عليك الحمل، ليه الحمل خطر؟ والله بصي احنا الحمل الخطر اللي هو اللي بيأثر على صحه، يبقى فيه خطوره على صحه الام وصحه الجنين. الحمل الخطر ده بيبقى مصاحب بامراض زي مثلا الضغط، ارتفاع ضغط الدم تمام، زي الحمل مع السكر، الستات اللي عندهم السكر، زي القيء المستعصي تمام. لو جينا اتكلمنا عن كل واحد بنلاقي ان مثلا لو بدانا بالضغط المرتفع وبالذات من بعد 20 اسبوع فبيأثر، لو ضغط مرتفع بيأثر على الام انها لو زاد او في زلال في البول وما تعالجش احيانا بيسبب ده اللي اسمه هو تسمم الحمل، بيسبب لها تسمم في الحمل. تسمم الحمل ده ليه اعراض جانبيه يعني خطيره، انه قد يسبب انفصال في المشيمة او نزيف داخلي قد يسبب وفاة الجنين، خطر على الجنين وعلى الام. تمام يا دكتور. او نزيف خارجي، واحيانا وهو اساسا بيأثر على كل وظائف الجسم، وظائف الكلى وظائف الكبد، احيانا بيؤدي لتشنجات ولا قدر الله تدخل الام في غيبوبة، فدي عشان كده اهميه المتابعه من اول يوم. يعني نقول للست اللي خطر على الحمل، خطر على الحمل عليها انها تتابع الدكتور من اول يوم. يعني لو وصلت لدرجه تسمم الحمل او ضغط ارتفع معاها زياده او في زلال في البول، فعشان كده احنا بنسميه حمل خطر لانه مصاحب بيكون في خطوره على صحه الام وصحه الجنين. طبعا دكتور اكيد. معانا اسماء، معانا اسماء. الو اسماء من هنا. الو مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي اسالي الدكتوره معاكي.
تمام، معلش يا دكتورة، كنت عايزة أسأل على حاجة. اتفضلي. أنا اجهضت 3 مرات. تمام، اتفضلي اتفضلي. تمام معاكي. ماشي، عملت اجهاض 3 مرات. تمام، فكل ما اروح لدكتور يقول لي لسه ربنا ما اكرمكيش وكده، فمش عارفه ايه السبب فين، طيب او ليه بيحصل الاجهاض. تمام، طب اتفضلي يا استاذه اسماء، اسمعي الدكتوره كده من التلفزيون، هي هترد عليك الدكتور. اتفضلي دكتور. تمام. والله اولا الاجهاض ده ليه انواع كتير جدا، منها اللي هو الاجهاض المتكرر. الاجهاض المتكرر ده برضو ليه اسباب كتيره، ممكن تكون اسباب في الام نفسها، لاسباب مرضيه، في امراض مزمنه زي الامهات اللي عندها السكر، اللي عندها الغده، اللي عندها الهرمونات مش متظبطه يعني. تمام يا دكتور. او احيانا بيكون سبب الاجهاض حاجه في سبب في تجويف الرحم نفسه بتاع الام. في احيانا يكون في لحميه او في التصاقات في الرحم او في لوفه او اي عرض بيتعرض مع تكوين الجنين فبينزله على طول، وده بيبان طبعا بالاشعه الثلاثيه او بنعمل منظار فبنقدر نكتشف العيب فيه وبنقدر نعالجه. احيانا برضو سبب من اسباب الاجهاض قصر عنق الرحم، ان اول ما الجنين يكبر فعنق الرحم بيفتح وتلاقي فيه اجهاض مفاجئ يعني. حتى الست تقول لك ان انا ما لحقتش مثلا اوصل المستشفى والبيبي نزل في البيت. صحيح صحيح. من اسباب برضو ممكن تكون نقص شديد في هرمون البروجسترون، وبطانه الرحم ما بتقدرش انها يتزرع الجنين فيها فبينزل على طول. برضو ممكن تكون اسباب خلل وراثه، خلل في الكروموسومات او خلل في المناعه، اجسام المضاده بتاعت الست والمناعه. صحيح. بحيث ان الاجسام المضاده للست بتعتبر ان الجنين ده زي جسم غريب فبتطرده يعني. طيب كنت فدي عايزه اعرف، محتاجه انها تحاليل ومحتاجه انها استشاره، تروح لطبيب خاص وتحاليل لازم وفحوصات تراجع كبيره، دكتور خاص وتراجع بتحاليل وتشوف الدنيا فيها ايه معاك، تعرف السبب وعشان تقدر تعالجه. طيب يا ترى يا دكتور، ادويه المناعه الذاتيه وادويه الاسيوله بتؤدي الى الاجهاض؟ والله لا طبعا، يا ادويه السيوله ما بتاديش، بالدليل ان احنا بندي دايما حقن السيوله ودي عشان توصل الدم للجنين. تمام. ما بتبقى هي الا لو كان في نزيف مثلا في اول 3 شهور، فممكن ان احنا نوقفها شويه عشان هي ما تساعدش ان هي تزود الدم او النزيف اللي عليها. تمام، يعني بس هي مش هي السبب الاساسي في بداية الحمل، بلاش من أدوية السيولة. لا لا بالعكس، احنا بنديه في أول 3 شهور، لو لا قدر الله مثلا حصل لها نزيف أو في أول 3 شهور ففي أحيانا بنضطر نحن نوقف الكليكسان ونوقف اللي هي أدوية السيولة دي لغاية ما تتعالج من الدم النزيف اللي عليها. تمام يا دكتور. طيب في حاجة اسمها الحمل خارج الرحم، يعني إيه الحمل خارج الرحم؟ تمام. والله الحمل خارج الرحم يعني الجنين بعد ما يتكون مكانه الطبيعي ان هو في تجويف البطن، في تجويف الرحم بتاع السيده يعني. تمام. لكن الحمل خارج الرحم يعني الجنين بعد ما بيتكون بيبقى بره تجويف الرحم، لا اما في الانابيب، لا اما في المبيض، لا اما في عنق الرحم، لا اما في بعيد خالص عن مكانه اللي هو الطبيعي. يعني هو بعيد عن مكانه الطبيعي في اي منطقه في تجويف البطن. تمام. بعيد عن تجويف الرحم. تمام يا دكتور. والحمل خارج الرحم ده ليه اسباب عديده طبعا، من اهمهم ان هو في احيانا 50% منهمش سبب، 50% تانيين ممكن من لهم سبب، زي الضيق في الانابيب. تمام. بيبقى في التصاقات في الانبوبه في مكان معين نتيجه التهابات شديده، او التصاقات نتيجه انها تكون السيده عملت عمليه قبل كده فحصل لها بعد العمليه التصاقات في الانبوبه. تمام. او يكون مثلا في كيس ضاغط على الانبوبه، او يكون في اي حاجه ضغطه ورم او حاجه ضغط على الانبوبه. عايزين نعرف ازاي نتفادى الحمل خارج الرحم، نتفاداه ازاي يا دكتور؟ لا هو مش نتفادى، لان دي حاجه مش خارجه عن ارادتنا. دي زي ما قلت لحضرتك، دي بتبقى مثلا التصاقات او عيوب خلقيه في الانبوبه، او حملت قبل كده حمل خارج الرحم فبيتكرر تاني. طيب هو الحمل خارج الرحم ما بيكملش؟ لا طبعا. بنضطر نعمل له ايه بقى؟ الحمل خارج الرحم طبعا علاجه ان بندخل جراحيا، تدخل جراحي. واحيانا لا قدر الله بنضطر ان احنا نشيل انبوبه او نشيل مبيض لو لقينا في خطوره في الحمل نفسه. ده لو استمر
وما تعرفش يا دكتور ولا في اول الحمل؟ هو غالبا مش بيكمل 3 شهور، مش بيكمل، ما بيكملش 3 شهور. لانه بيؤدي لنزيف شديد في البطن لو ترك، لو اهمل يعني، لو ما فيش متابعه. احيانا الست بتبقى عملت اختبار وحاسه انها حامل فمش بتتابع، فبتعتمد على كده، وبعد كده بعد 3 شهور بيحصل لها فجأة ان هي نزيف البطن وكده، وتجي لنا في المستشفى في حالة عيا شديد، وتكتشف بعد كده ان هو ده حمل خارج الرحم، ما كانش في التجويف يعني. ودي يعني هو لازم المتابعة يا دكتور علشان نكتشف الحاجة دي مبكرا. طبعا المتابعة مهمة جدا جدا، بالذات في اول 3 شهور يعني، بالذات السونار مثلا بنعرف منه حاجات كتير. بنعرف اولا اللي كان الجنين جوه الرحم ولا بره الرحم، بنعرف عمر الجنين ايه، بنعرف ان كان الجنين بينمو وبيكبر ولا لا، بنعرف ان كان جنين واحد ولا اتنين ولا توأم. ايه بنعرف خارج الرحم طبعا او حمل عنقودي، في كمان حاجه اسمها الحمل العنقودي برضو. يعني اللي ممكن النتيجه تديكي ايجابي ويكون حمل عنقودي او خارج الرحم. صحيح يا دكتور. طيب احنا عندنا سؤال يا دكتور، فترات الحمل بعد القيصري، يعني بعد القيصري اول بيبي وتاني بيبي وتالت بيبي، ايه الفترات المتاحه بس؟ ولكن هنعرف الاجابه من حضرتك ولكن بعد الفاصل. فاصل يا استاذ تامر. تمام. رجعنا تاني معاكم الدكتوره منورانا. الله. عايزين نعرف فترات الامنه ما بين فترات الحمل في القيصريه يا دكتور. والله هو يعني يفضل ان تبقى بين كل قيصريه وقيصريه حوالي من 3 لـ5 سنين. من 3 لـ5 سنين. يعني كده بتبقى في الامان، وبيبقى طبقات الرحم كده يعني، نبقى احنا كده ضمنا ان مش هيحصل بعد كده في الحمل التاني انها بيحصل حاجه اسمها رابشر يوترس او انفجار في طبقات الرحم يعني. يعني لو فترات قريبه يا دكتور بيحصل انفجار في طبقات الرحم. لو اقل من 1.5 سنة دي بتبقى يعني خطره شويه، لو بالذات في الشهور لو وصلت للثامن او كده، فممكن لا قدر الله ان هي بيحصل لها رابشر يوترس. طيب انفجار. احنا ما اتكلمناش يا دكتور عن مشكلات الحمل اللي ممكن تحصل للست الحامل وازاي نتفاديها. يعني في ناس بتبقى تعبانه في الحمل، قلنا الترجيع ده جزء، الجزء الثاني في مشاكل ثانيه يا دكتور يا ريتك حضرتك. وفي بالنسبه لاول 3 شهور، وفي في اخر 3 شهور. بالنسبه لاول 3 شهور ممكن في بعض الاعراض اللي بتحصل مع السيده، زي مثلا حرقان المعده. 90% من السيدات بيبقى عندهم حرقان في المعده بسبب ان هرمون البروجسترون بيأثر على حركه الامعاء وحركه المعده، فبيزود الحموضه في المعده. ودي طبعا نتفاداها ان هي بتاكل، ان هي بتمنع الحاجات اللي هي سبايسي والتوابل والاملاح والحاجات المسبكه، وان هي تاكل زي ما قلنا على فترات، وتاكل حاجات، وتاكل اكل صحي. اكل صحي. طيب الحاجه الثانيه ممكن نتعرض لها اللي هي ممكن تكون امساك. تمام. لان زي ما قلنا هرمون البروجسترون بيعمل دايما انبساط للعضلات، فبيبقى في صعوبه في الاخراج عندها شويه، وده بيبقى خطر لو في قيصري قبل كده. تمام. لا مش خطر، هي في اول 3 شهور بالذات يعني، فهي بتتفاداها بان هي بتاخد الخضروات، تكتر من الخضروات والفواكه والعصاير، تشرب عصاير كتير وسوائل كتير. برضو من المشاكل اللي بتتعرض لها اللي هي التبول الكتير في اول 3 شهور، لان مع كبر حجم الرحم وكبر الجنين فبيضغط على المثانه، وبرضو في اخر في الشهر التاسع برضو بنفس بتبقى عندها تبول كتير. في عجالة كده يا دكتور، النصيحة المهمة للست الحامل، 3 نصايح مهمين للست الحامل. 3 نصايح مهمين للست الحامل. اولا المتابعة، ثم المتابعة، ثم المتابعة، بعد كده التغذية السليمة، وانها ما تعملش مجهود كتير، وانها تحاول يعني تبقى في فترات بين كل حمل وحمل. شرفتينا دكتور ونورتينا، وان شاء الله على امل في لقاء جديد مع دكتور اماني اخصائيه النساء والتوليد، وتابعونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير قوي مع دكتور اماني، والى اللقاء. ميرسي لحضرتك، نورتينا دكتور. ان شاء الله.